هانذا أعود إليكم مشاهدي الكرام، لكن هذه المرة العالم كله ينتخب، حلقة نواصل فيها متابعة أهم مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في العالم بأسره. في حلقة الليلة نتوقف من جديد في قارة أوروبا، حيث سباق الانتخابات في فرنسا، الاستقطاب مستمر ويتصاعد بين اليمين واليسار قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة نهاية الشهر الجاري. ثم نذهب بكم إلى بريطانيا، حيث الانتقادات يتم تبادلها بين الكتل الانتخابية قبل انتخابات الرابع من يوليو. أطلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك البيان الانتخابي لحزب المحافظين الذي يمثل تيار يمين الوسط، وحذر سوناك الناخبين مما وصفه بالسير نائمين حتى الرابع من يوليو المقبل، وهو موعد الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. وخلال جولة تفقدية لأحد المصانع، طالب سوناك الناخبين بعدم اختيار ممثلي حزب العمال لمناصبهم دون التدقيق في خططهم. يذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر انخفاض تأييد البريطانيين لحزب المحافظين الحاكم بمستويات غير مسبوقة على الإطلاق، مقابل تقدم حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط. يشرفنا الآن من لندن سعادة عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني. مرحبا بك سيد الكريم. أستاذ عمر، في لقائنا السابق تحدثنا عن عقاب الناخب البريطاني لحزب المحافظين وليس لريشي سوناك. الآن أحب أن أتحدث معك عما ينتظره الناخب البريطاني من حزب العمال يا أستاذ عمر. وينتظر الناخب البريطاني بما أدنى شك أن حزب العمال في الحكومة الجديدة سيهتم بمصالح الشعب البريطاني أكثر من مصالح الشخصية التي نراها الآن بالفضائح التي نالت من حزب المحافظين وحكومة المحافظين في الوقت الأخير. يعني الفترة التي حكم فيها ريشي سوناك بالذات عانى الشعب البريطاني من تضخم، عانى رغم ان يعني المؤشرات تدل على هبوط معدلات التضخم، ولكن ما زالت الاسعار مرتفعه بنسبه كبيره جدا لو قارناها على سبيل المثال بخمس سنوات ماضيه. كذلك ازمه الاسكان التي يعاني منها الشعب البريطاني وخاصه الطلاب والشباب، الازمه الصحيه التي تتفاقم يوما بيوم. هذه كلها سوف يقوم حزب الحكومة العمال القادمة إن شاء الله بحل هذه المشاكل أو العمل على تقليص تأثيرها المباشر على. لأن ريشي سوناك في زيارته للمصنع تلك التي تحدثت أنا عنها توا ألمح إلى أنه لا توجد خطط واضحة لدى العمال، وطالب من الناخب البريطاني أن يدقق في هذه الخطب قبل أن يسارع بانتخاب العماليين. يعني دي هي تكتيك انتخابي او تكتيك الحمله الانتخابيه الذي يقوم بها المحافظين، هي عمليه تخويف الناخب البريطاني من مشروع العمال الذي طبعا دعني اقول لك وهذا ليس سر، ليس هناك ادنى شك مين اللي هيكسب الانتخابات. حتى يعني من كلام السيد سوناك يدل على انه ما يتمناه الان سيد سوناك ان يكون هو يشكل المعارضه وليس حزب ريفورم اللي هو رئيسه دخل في الانتخابات مؤخرا
وأثر تأثير مباشر على شعبية حزب المحافظين، مما جعل عديد من القيادات الكبيرة في حزب المحافظين الآن تعترف أن حزب المحافظين من الممكن أن يعني ينال هزيمة لم تحدث في تاريخ السياسة البريطانية إطلاقا أو حتى السياسة الأوروبية. أن حزب حاكم يعني يخرج من الحكم بسقوطه في انتخابات، بسقوط مروع. الاحتمالات المتوقعة الآن أن حزب المحافظين سوف يكون حجمه لا يزيد عن 120 نائب من 650 على ما أعتقد، مش متأكد من الرقم. من سوء حظ ريشي سوناك أن يكون عراب هذه الفضيحة الانتخابية والله يا أستاذ عمر. يعني أنا لا أتعاطف معه ليس في الأيديولوجية، ولكن أتعاطف معه إنسانيا. نعم. لا، من الناحية الأيديولوجية يعني هذا الرجل رجل لا يحس بالشارع البريطاني. هذا الرجل يعتبر بليونير، دخله هو وزوجته يعني لا يحلم به الشعب. في مقابلة تلفزيونية حديثة مع ريشي سوناك سأله المذيع يعني ايه الحاجات اللي انت اتحرمت منها وانت طفل؟ ما قدرش، لم يتذكر شيء، لم يستطيع ان يقول شيء غير انهم ولا حتى لبن العصفور يا استاذ عمر؟ ولا حتى لبن العصفور ولا المعلقه الزاف قوم يا حبيبي. يعني لا يحسون برجل الشارع، يعني لا يحس، لا عندهم، ما عندهمش الممارسه في 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 او الاحساس بما يدور في الدوائر، في بيوت الناخب البريطاني، المعاناة التي يعاني منها. ليس من المعقول دولة كبريطانيا تعتبر من الدول السبعة العظمى في العالم، ويعني مدرسيها وممرضيها بيروحوا بنك الطعام. هذا ليس مقبول بأي معيار. صحيح. النهارده في 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 بريطانيا النهارده لا يقل عن 450 ألف طفل يعانين من الفقر. نعم. تحت، يعيشون تحت الفقر، مستوى الفقر في بريطانيا. هذا لم يسمع به قبل يعني. صحيح. الشعب البريطاني الآن يرى حزب المحافظين ما هو إلا حزب يبحث عن أو يخدم طبقة ضئيلة جدا، أو يمثل طبقة اهتمامات طبقة ضئيلة جدا من الشعب البريطاني. أستاذ عمر، نسعد كثيرا بتشريفك لنا. سعادة عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال رفضه لعملية الاستقطاب التي تشهدها بلاده بين اليمين المتطرف من ناحية واليسار المتطرف من ناحية أخرى. جاء هذا خلال زيارته مدينة مارسيليا لدعمه حملة سابرينا روباش وزيرة الدولة لشؤون المواطنة، وهي مرشحة الأغلبية للانتخابات التشريعية في دائرة بوش دوران الانتخابية الأولى. يشرفنا الآن من العاصمة الفرنسية باريس سعادة الدكتور توفيق ويدر، الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك يا دكتور. بالأمس تلونا على مشاهدينا الكرام خبرا من فرنسا فيه أنه جابرييل أتال أعلن أنه سيخفض فاتورة الكهرباء، ورد عليه أهل اليمين بأنهم سيخفضون الضرائب. هذا النوع من الابتزاز الانتخابي يروق للناخب الفرنسي دكتور توفيق؟ مساء الخير وتحية للسادة المشاهدين. يعني هذا يدخل طبعا بكل وضوح يدخل في الحملة الانتخابية واستقطاب، محاولة استقطاب عدد أكبر من الناخبين الفرنسيين من طرف جابرييل أتال، حكومة لا رينيسانس أو النهضة حاليا أو حزب الجمهورية إلى الأمام سابقا، نتيجة للنكسة التي لحقت بهم في الانتخابات التشريع البرلمانية الأوروبية، وانهيار
البيت ما يسمى بيت الرئاسي، يعني الأغلبية الرئاسية التي كان يحظى بها السيد إيمانويل ماكرون، والغالبية التي كانت في الجمعية الوطنية. وبالتالي هذه الوعود وما أكثرها، يعني هناك وعود خرجت، هناك وعود بالمدرسة من 12 تلميذ، مساعدات من طرف جابرييل عطار عندما قال بأن هناك تكون المدرسة ل 12 تلميذ فقط وبعض تقصد الصف الدراسي الفصل الواحد. الفصل الواحد. وكذلك مسألة مساعدة الطبقات الهشة ومحاولة، وقال بأننا سوف أعيد التفكير في مسألة السكنات الاجتماعية، يعني سوف يقوم ببناء العدد، يعني كل هذا يصب في الحملة الانتخابية. لماذا لم يقل هذا أو لم يقم بهذا المشروع عندما كان رئيسا للحكومة، وعندما وهو رئيسا للحكومة يعني، وبالتالي هو يحاول أن يستقطب عددا كبير من لأن الوعاء العقاري، عفوا الوعاء الانتخابي، تقلص بالنسبة لحزب النهضة الذي يتزعمه السيد إيمانويل ماكرون. ولهذا فخطابه المشهور عندما قال نحن أمام جناح المجانين، يعني يقصد جناح اليمين المتطرف واليسار المتطرف بزعامة جون ليك ميلونشون والبقية، والجناح المتطرف اليمين. هل ترى يا دكتور أنه هذه حصافة أن يصف الرجل خصومه السياسيين بأنهم مجانين بين قوسين؟ لا يليق برئيس دولة. هم ليسوا يعني في الحقيقة مجانين، هم أحزاب معتمدة من طرف وزارة الداخلية، لم يتجاوزوا الاعتداءات أو مخالفات سواء في القانون العام أو الحق العام ولا حتى في الجانب الإداري، يمارسون الحملة الانتخابية. أقصد أنا حتى أكون حياديا بالنسبة لليمين المتطرف، يسمونه اليمين المتطرف، والآن الحقيقة هي الجمعية الوطنية أو الجبهة الوطنية أو التجمع الوطني سابقا، بالتالي بزعيمة ماري لوبان، لديها مناضلوها ولديها برنامجها. البعض يقول لديها، ليس لديها برنامج، لا لديها برنامج، باستثناء ليس فقط قانون الهجرة ومكافحة الاستقرار ومكافحة لا استقرار ولا أمن والهجرة والخرمين والاتحاد الأوروبي وغيره والمسلمين، لا لديها برنامج. أما أن يصفهم بالمجانين فهذا وصف لا يليق يعني رئيس جمهورية، رئيس جمهورية فرنسية معروفة كقوة قوة رابعة اقتصادية في العالم، مؤثرة في مجموعة السبع ومؤثرة في الدول الاتحاد الأوروبي. نعم. فهم يعني حزب جون ليك ميلونشون، يعني أو حزب فرنسا الأبية، لديه أحزابه ولديه قاعدته ولديه شعبيته، فهذا الوصف لا يليق يعني خسر المعركة، خسر ماكرون، خسر المعركة وسوف يخسرها، خسرها في الانتخابات البرلمانية، وهذا يعني. ويبدو يا دكتور توفيق أنه لم يبقى له إلا الكلام القاسي. دكتور توفيق، ما هو موقف العرب الفرنسيين؟ العرب الفرنسيين منقسمون بين أحزاب ثلاثة، يعني ثلاثة منقسمين بين التجمع الجديد أو الجبهة الشعبية الجديد أو ما يسمى باليونيبس. نيبس هذه حتى نفتح قوس وتتضح الرؤية للمشاهد الكريم، هو تجمع بين حزب جون ميليك ملونشو، حزب فرنسا الأبية، وحزب لسوسياليست أو من الاشتراكيين، وحزب الخضر، وحزب اليسار، وحزب الاشتراكيين بزعامة يعني فرانسوا هولاند، وحزب ميتيرون، وكذلك الزعيم جون ليك ميلونشون. وبالتالي هذه الأحزاب لديها يعني كما قلنا لديها تأثير، والعرب منقسمون بين هذه الكتلة و الاشتراكيين وبعض من اليسار، فهم متوزعون. ولا ننسى بأن سيدي الفاضل، حتى نكون صريحين، هناك فئة من الأشخاص من العرب من يصوتون إلى ماري لوبان، ولحسن الحظ هذا لغز يا دكتور توفيق، هذا لغز.
كيف يمكن لهم أن يفعلوا ذلك؟ أنا لا أستطيع أن أفهم في الحقيقة. يعني لو أخذنا مثلا بتعليقات جون مسيحة وهو يعني مصري يقول بأنني أمارس عادتي الشخصية في المنزل، يعني في المنزل أنا أعتبر روحي مصري. ونفس الشيء الكلام قاله جزائري آخر، قال أنا جزائري في بيتي، يعني أكل الملوخية وأكل الشخشوخة وأكل الكسكس وأكل ما شاء، ولكن خارج المنزل أنا فرنسي. ويعني أحترم قواعد الجمهورية، وهو ضد يعني متناقضين، يعني نوع من الانفصام. يعني أنا عندما سألتهم وكانت لدي يعني مجادلة معهم، قلت ما هذا النوع من الانفصام، يا إما فرنسي ولا بلاش. قالوا أنتم فرنسيين بالوثائق يعني، وليسوا فرنسيا بالانتماء. بل بالعكس، هناك يعني عرب لديهم انتماء إلى فرنسا ومواطنين وحماس ودكاترة. دكتور توفيق، أقدم لك وافر امتناني سيد الكريم، وخصوصا لأنك شرحت لنا هذه النقطة الملغزة في نهاية حديثك، وهي نقطة تظل لافتة للانتباه. سعادة الدكتور توفيق ويدر، الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية، لك جزيل الشكر. الشكر الجزيل لكم بدوركم مشاهدي الكرام. ندعو الله أن يكون عاماً ملؤه الديمقراطية والانتخابات بأقل قدر من الحروب والصراعات. قولوا أمين. إلى اللقاء.